Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqin, was salatu was salamu ala Sayyidil Mursalin. Sammanito darshok o shrota mondoli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apunara kemon achen? Asha kori mohan Allah Rabbul Alameener oshesh doyay apunara shobai bhalo achen. Asker ei bijotite amra shikhbo je mohilara দুই রাকাত ফজরের ফরজ নামাজ কিভাবে আদায় করবেন তাহলে বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজের প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও আমরা দেখব তার আগে একটি কথা আমার মা ও বোনেদেরকে বলে দিতে চাই যে যখনই আপনারা নামাজে দাঁড়াবেন তখন বড় একটি চাদর কিংবা বোরখা পরে নামাজে দাঁড়াবেন যাতে করে শরীরের কোনো অঙ্গ যেন প্রদর্শিত না হয় তাহলে আসুন আর সময় নষ্ট না করে এখন আমরা ভিডিওটি দেখে নেই নাওয়াইতু ওয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই সালাতিল ফজরি ফরদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাআবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي أدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله